لا إخوان ولا أخوات، متابعي وزوار القناة، السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وعافية وستر من الله تعالى. غادي نتكلموا في هذه الكبسولة على بلدة أسني. هذه البلدة اللي كتواجد على بعد 50 كيلومتر جنوب مدينة مراكش على الطريق الرابطة بين مراكش وتارودانت عبر تحنوت. كيبلغ تعداد السكاني بها 25,153 نسمة حسب إحصاء 2014، وهي بلدة معروفة على الصعيد العالمي بحيث عندها عشاق من جميع الجنسيات اللي كيزوروها، وبحيث كتعتبر إحدى المناطق الساحرة بإقليم الحوز، وكتأسر زوارها بجمالها الخلاب في قلب جبال الأطلس. كتوفر أسني اللي كتحيط بها الوديان الخضراء والقمم الشامخة ما لا هادئ من صخب المدن. كتشتهر أسني بسوقها الأسبوعي حيث كيتجمعوا السكان المحليين في بيع المنتجات المحلية ديالهم، الشيء اللي كيخلق أجواء مفعمة بالحيوية. كما كتواجد بهاد السوق الفواكه الطازجة والمنسوجات الحرفية وأشياء أخرى، ومعروفة أسني بمنطقة غنية بالفواكه والثمرات الرائعة بحال التفاح والبرقوق والإيجاص والسفرجل والخوخ والجوز واللوز والكرز. كتوفر أسني على عدة فنادق وأماكن أخرى للإقامة، وكيمكن للزوار ممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة في المنطقة المحيطة بها، واكتشاف في الجمال الطبيعي للجبال والبلدات. وكيجسد أسني الأصالة الأمازيغية في بيئة ساحرة. تأثرت أسني بالزلزال الأخير اللي عرفته بلادنا، لكنها تجاوزت المحنة ودبت فيها الحياة من جديد. أحبائي، تنتلقاو كبسولة قادمة إن شاء الله تعالى، خالص الحب والإخاء.